مساء الخير اعزائي المشاهدين مساء السعاده مساء الهنا مساء الحب مساء كل حاجه حلوه عليكم يا احسن مشاهدين في الدنيا وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات للنهارده واتمنى اكون انا كمان طوحشكم اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم المفضل انا والملكه على قناتكم الجميله المفضله قناه الصحه والجمال إيه ان شاء الله النهارده بنناقش موضوع هو يعتبر موضوع علمي ومهم جدا مهم طبعا مش مهم بس لمصر ولكن مهم بالنسبه للعالم كله ولكن اسمحوا لي اعزائي المشاهدين قبل ما نبدا الحلقه النهارده ان انا ارحب بضيفتي الكريمه الجميله الكبيره الدكتوره جيهان فرحات رئيس رابطه المراه المبدعه وسفير المناخ اهلا وسهلا دكتوره جيهان اهلا وسهلا بيك من منوره برنامج انا والملكه يا فندم اشكرك وطبعا احنا قبل ما ان شاء الله هنتكلم بس مقدمه بسيطه كده وبعد كده هنبارك لحضرتك بالمنصب الجديد باذن الله طبعا اعزائي المشاهدين النهارده دكتوره جيهان مدوراني في الحلقه الجميله دي النهارده لاننا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو بيهم العالم كله مش مصر بس وهو التغيرات المناخيه وكيفيه الحفاظ على البيئه بالتاكيد اعزائي المشاهدين العالم كله والكره الارضيه بتمر بمجموعه من التغيرات الكبيره اللي بتأثر سلبا جدا على المناخ وبالتاكيد هنشوف التأثيرات السلبيه دي على المناخ هتقود الكره الارضيه لايه وايه الحلول اللي بدأت كل منظمات العالم تحاول انها تقوم تقوم تعملها علشان خاطر ان احنا نحافظ على الكره الارضيه بشكل صحيح وسليم يناسب الحياه البشريه. النهارده حلقتنا بتكلم عن التغيرات المناخيه وكيفيه الحفاظ على البيئه لكن خليني قبل ما نبدا في الموضوع حابه اقول ان منظومه البيئه الالهيه مكونه من ارض وماء وهواء وهي تعتبر مؤشر مهم جدا لقياس نبض الاقتصاد وصحه الانسان وجوده النبات وثروه الحيوان وما يترتب عليه من رؤيه للمستقبل عايز اقول انه طيله السنوات الماضيه اسمحولي بصراحه كانت الرؤيه غائبه او تكاد تكون معدومه في فرمله الحاله الفوضويه للمناخ يعني بالتاكيد كان في حاله فوضويه جدا بيتبعها العالم كله اثرت تاثير سلبي جدا على المناخ فاحنا طبعا النهارده هنتكلم عن هذا الموضوع المهم وبقول انتشرت في الجو على هيئه ايه التاثيرات السلبيه اللي اثرت على المناخ اكيد انتشرت اشياء كتيره جدا ضاره بالبيئه وضاره على الجو على هيئه محروقات زي طبعا امثله عشان نبسطها للمواطن المصري البسيط حرق القمامه وعوادم السيارات وادخنه المصانع وغيرها من الاشكال والصور الخاطئه كل ذلك يتم بصوره تدل علي التخبط سواء في غياب الرقابه او حتي انفلات السلوك البشري مما انعكست مؤثراتها علي الاقتصاد والصحه ولا سيما الحاله النفسيه العامه بالتالي الرؤيه الواعيه الان في الجمهوريه الجديده اللي هي مصر الجديده كانت البيئه في مقدمه اولوياتها للتصدي الى فوضى المناخ. وتراكمات الماضي واتجهت إلى إدخال عوامل متطورة تتمتع بمواصفات الأمان والنقاء وعلى سبيل المثال ليس الحصر استبدال سيارات البنزين بالغاز الطبيعي وغيرها نفس الأمر ينطبق في المصانع والزراعات للقضاء على التلوث وفي هذا السياق خلوني أسأل دفتي اللي مشرفاني في الاستوديو دكتورة جيهان طبعا دكتورة إحنا مستضيفين حضرتك النهاردة أولا بنحب نهني حضرتك بالمنصب واللقب الجديد وهي هي سفيرة المناخ. ألف مبروك أشكرك يا فندم. أشكرك أشكرك. آه مثيل حضرتك ومثيل تشريفك. دكتورة جيهان طبعاً المواطن المصري البسيط عاوز يعرف يعني إيه سفيرة المناخ؟ يا ترى إيه اللقب الجديد ده اللي طرق على مصر؟ وطبعاً حضرتك تعتبري من أولى النساء اللي دخلت هذا المجال وحصلت على هذا اللقب الجميل. يا ريت حضرتك تعرفي المشاهد الأول يعني إيه سفيرة المناخ؟ أنا عايزة أبتدي من أول آه المبادره اللي اتعملت لمليون مليون سفير أيوة. للتكيف المناخي وتبنتها جامعه عين شمس ويعني أيوة. كليه الدراسات العليا الخاصه بالبيئه أيوة. وقررت ان هي تختار مجموعه كبيره من مصر علشان يقدروا يكونوا سفره للمناخ هم؟ ويكونوا اول دفعه تتخرج عشان يبقوا سفره للمناخ تمام ده مش منصب أوه. ومش لقب ومش لقب ده مسؤوليه مسؤوليه ايوه وده مسؤوليه دلوقتي علشان الموضوع جديد بقاله ثلاث ايام بس ايوه مسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره احنا لانها جديده من وحده دكتوره بالظبط سياده وزيره البيئه مم. ووزير الشباب ووزيره التضامن الاجتماعي أيوة. وطبعا رئيس جامعه عين شمس أيوة. شرفونا الثلاثه اللي فات بان احنا اتخرجنا 500 صح. سفير هم. للمناخ على مستوى مصر كويس واعتقد دي هم. حاجه جديده هم. على مستوى الوطن العربي بالتأكيد كله بالتاكيد بالتاكيد طيب الغرض منها طبعا دكتورة جيهان ان طبعا سيادة الرئيس عاوز طبعا يعني يلتحق بالملف اللي هو المجتمع الدولي وهو الحفاظ على البيئة مظبوط؟ يعني دايما سياده الرئيس بيبقى حريص جدا على ان مصر تكون لها السبق ولها طبعا الاولويه دايما في ان اي موضوع يخص العالم كله أنه يكون لينا الاشتراك ونكون لينا اولويه والتفاعل مع مع شيء زي كده. فبالتالي بسبب التغيرات المناخيه والتاثير السلبي للمناخ على البيئه وعلى الكره الارضيه طبعا المجتمعات الدوليه دلوقتي بتحاول انها تعمل يعني بتعقد مؤتمرات واشياء كثيره جدا علشان حضرتك عارفه ان في دلوقتي احتباس حراري بيصيب الكره الارضيه وبيأثر تأثيرات سلبيه جدا على المناخ، مظبوط يا دكتوره؟ دكتوره مرفت خليني هرجع مم. يعني مم. من 2015 أيوة. اتفاقيه باري أيوة. اللي كانت بتتكلم عن المش... المشكله الكبيره اللي بيعملها البني ادمين والانسان آه. والصناعه والتطور والتكنولوجيا مم. مم. على الارض واللي بالتالي بتأثر على تغيير ملامح الكرة الارضية كلها تمام. على مستوى هم. العالم مش على مستوى, على مستوى, مستوى مصر العالم. ولا على مستوى أفريقيا ولا على مستوى طبع. اسيا طبع. احنا بنتكلم في حاجة تانية خالص أيضة. في كوبن 26 السنه اللي فاتت مم. 26 سياده الرئيس مم. شرفنا مم. لما حضر الـ الـ الاجتماع ده والملتقى ده ان السنه الجايه ان شاء الله مم. هيكون كوبن كوب 27 عندنا هنا في مصر ايوه في نوفمبر يعني ده مؤتمر دكتوره ده هيبقى مؤتمر كبير جدا كبير. جدا جدا للبيئه هيبقى فيه كل هيبقى مصر دول العالم لا أو. هيبقى ملتقى زي مؤتمر ملتقى. كبير جدا مم. هو بيتعمل كل سنه في بلد فشرفنا سياده الرئيس أكيد. ان هيتعمل في مصر السنه الجايه في نهايه السنه الجايه وبالتالي هيبقى فيه خبراء للبيئه مم. على مستوى العالم كله بيحاولوا انهم هم يبحثوا ويحللوا للمشكلة. للمشاكل الكبيره اللي عملها الانسان هو اللي صنعها على تغير آه. المناخ يعني ما... واللي اثر بشكل كبير آه. على كل حاجه في العالم يعني احنا وصفناه بالحاله الفوضويه اللي كنا ب... يعني بيتبعها الانسان في التاثير على المناخ يعني الـ الـ يعني الحاله الفوضويه دي هي اللي اثرت تاثير كبير جدا على ايه المناخ دكتوره وطبعا حضرتك عارفه ان اهم اسباب حاجه زي كده اللي هو طبعا عوادم السيارات احتراق الاوراق احتراق اللي المخلفات في الجو وبينتج عنها طبعا اللي هو ثاني اكسيد الكربون وده اللي ادى الى ظاهره الاحتباس الحراري اللي اثرت جدا على الكرة الارضيه صح يا دكتوره ده جزء من المشكلة. يعني احنا عايزين نقرب بس ايه ده جزء التغيرات من التغيرات لكن إيه؟ آه. آه آه الامم المتحده السنه اللي فاتت عملت مبادره لاتخاذ اجراءات شخصيه شخصيه الافراد مم. كمان لازم طبعا. يتعاونوا طبعا. على مستوى العالم طبعا. عشان يقللوا من المشاكل والتلوث مم. الموجود مم. في البيئه مم. وبالتالي يعملوا توازن في الكون في عشان نقدر ننقذ الكره ها. الارضيه يعني مثلا ده من مهام يعني اللي ملقاه عليكم كسفيره كسفيره المناخ اللي هو الوعي العام بالنسبه لاي مواطن يا دكتوره بالفعل أي. احنا يعني مطالبين ان آه كل سفير آه آه خد المنصب ده آه او خد المسؤوليه دي اللي وقع اللي تقع على عاتق هذا السفير نشر وعي وثقافه مم. حمايه البيئه مم. لحوالي 250 فرد يعني السف... كل سفير ينشر ل 250 فرد بالظبط تمام جدا اه واحنا ابتدينا من امبارح ان احنا نحاول ان احنا نجمع المجاميع بتاعتنا طيب ونحاول نشوف بتجمعينه ازاي دكتوره جلال ال 250 هل على السوشيال ميديا ولا لا 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 في ندوات في لقاءات يعني دورات احنا عندنا الجامعات الجامعات بنثقف الشباب الموجودين فيها جامعة عين شمس داخله معانا طبعا بقوه جامعه الازهر بقوه واكثر من جامعه الدول العربيه آه بنبتدي نعمل آه يعني ان شاء الله في المراحل القادمه هبقى آه يعني ابعت لحضرتك كل التفاصيل آه ازاي يريد. احنا كلنا بنقدر دلوقتي ان احنا نعمل خطه آه آه محكمه آه علشان ننشر ثقافه ووعي حمايه البيئه حماية. للأفراد،, للافراد للشركات أوه. للمصانع تمام. لكل شيء في مصر تمام يا دكتوره تمام طيب آه، آه، طيب آه. هنتكلم هنكمل دكتوره بعد الاتصال ألو. الو معانا على التليفون الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئه اهلا وسهلا دكتور وفيق اهلا بيك يا اهلا بيك وبالمشاهدين اهلا بحضرتك يا فندم ومنور برنامج انا والملكه وحابين نعرف من حضرتك تطورات قضيه المناخ دكتور وفيق والاتفاقيه العالميه للبيئه يا ريت تكلمنا عليها دكتور وفيق تمام انا بتفرج على البرنامج بتاعك دلوقتي بس في تصحيح بسيط كده كنت عايز اقوله في البدايه ان كوب 27 هيبقى ان شاء الله في شرم الشيخ في في مصر انا قلت ده مؤتمر للحكومات مش للعلماء للحكومات العلماء اوريدي اقروا بالفاكت او بالحقائق اللي المفروض الحكومات تلتزم بيها م. وللاسف ما التزمتش بالاتفاقات في كوب 26 ايوه لانه الاتفاق الاساسي اللي احنا كنا بنفكر فيه انه درجة حرارة الأرض لا تزيد عن واحد ونص درجة مئوية طبعا وده هيتم بإن احنا نعمل كات اوت للفوسل فيول او الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والبترول ايوه فهمت. وخاصه الفحم لكن دول كتيره انسحبت من الموضوع ده زي الصين والهند ليه ليه يا دكتور وفي انسحبت السبب لانه هو لسه معتمد على الفحم بصوره اساسيه في توليد الطاقه أوه. وحتى كمان كان في مقترح تاني اسمه النت زيرو، النت زيرو ده معناه وده مصطلح لسه ان شاء الله هيستخدم برضه في كوب 27 ايوه آه معناه انه الانبعاثات اللي اللي بتعملها الدول في مقابل الامتصاص اللي بيحدث من الاشجار والغابات والمحيطات يكون مساوي لبعض وبالتالي المصطلح بتاع نت زيرو انه في النهايه ما يبقاش في اي انبعاثات زياده فبالتالي نقدر نسيطر على انخفاض درجه حراره الارض ايوه طب دكتور وفيق هو البلاد دي حق لها انها يعني 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 تقول ان انا مش هستعمل استعمل الفحم ده من حقها ان انا هستعمله او هواظب على استعماله يعني حضرتك بتقول سؤال جميل جدا بصراحه أوه. والله يعني, يعني المفروض يعني ده اتجاه يعني عالمي هي ما يكون لهاش راي في الموضوع ده ده سؤال جميل جدا اللي انت بتقوليه ده ايوه يا فن فندم ميرسي هو الحقيقه احنا بصدد عشان كده في حاجه اسمها الاتفاقيه اه طب انقطع الاتصال يا ريت تكلمنا ثاني دكتور وفي نكمل الموضوع طب دكتوره جيهان دلوقتي احنا عايزين نعرف المشاهد ايه بقى بالظبط التغيرات المناخيه اللي حصلت على كوكب الارض يعني زي ايه او بالنسبه مثلا اللي يخصنا احنا كجمهوريه مصر العربيه زي ايه شفنا ايه دلوقتي في تغيرات المناخ زي ما سعاده الدكتور كان أيوة. بيحكي بتفاصيل دقيقه لانه طبعا خبير من الخبراء الكبار لل يعني لحمايه البيئه احنا عندنا مثلا الاحتباس الحراري عندنا زياده منسوب المياه زي ما شفنا في اسكندريه يعني يعني اللي حصل دكتوره جيهان برضو ان الامطار زادت جدا في بعض المحافظات زي مثلا الصعيد زي اسكندريه اه حصل سيول دالية علاقة بشكل حصل سيول بشكل طبعا اثرت أو أو جداً, جدا على الاقتصاد اثرت جدا على المحاصيل الزراعيه اثرت جدا على المواطنين يعني بالفعل المناخ اللي هو يعني بتاع مصر اللي دايما كان معروف بان هو مناخ هادي او او ثابت على مدار الصيف او الشتاء لا لاحظنا ان ممكن في الشتاء تحصل سيول بالظبط ممكن في الصيف دكتوره حصل مثلا مره من المرات ارتفاع شديد جدا في درجات الحراره وصلت ل 50 درجه مئويه كل ده بسبب أوه. التغيرات اللي بيعملها أوه. الانسان والصناعات أوه. على الكره الارضيه او في يبقى في كل حته في البلاد وبالتالي ده بياثر بشكل كبير على التغيرات المناخيه التغيرات المناخية اللي هنتعرض ليها أيه. مش احنا بس إحنا والبلاد اللي حوالينا أوه. والعالم كله. العالم كله دكتورة جيهان وطبعاً حضرتك عارفة برضو الموضوع اللي إحنا عارفينه حكاية القطب الشمالي وممكن إن يحصل إذابة للجليد ويحصل ارتفاع في مستوى البحر بالظبط وطبعاً يعني بيؤدي دي كلها كوارث طبيعيه يعني ممكن المشاهدين حاليا دكتوره يقولك مناخ يعني طب واحنا مالنا ومال المناخ وما اعرفش ايه وايه اللي هياثر علينا لا انا عاوزه حضرتك تقول لهم ان دي قضيه مهمه جدا وبتأثر فعلا على الإنسان بشكل سلبي كده. هو لما بيبقى فيه أعاصير مش دي بتأثر علينا؟ بتأثر. أيوة. لما بيبقى في أعاصير هوائية أو نارية، نار بتمسك في الزرع أو في المباني أيوة. أو في الكلام ده. صحيح هو بكتور. ده مش بيأثر علينا؟ طب. لما بيبقى فيه سيول مش بتأثر؟ لما بيبقى فيه أوه. سيول مزمت. لما بيبقى فيه ارتفاع عالي جدا جدا لدرجة الحرارة وزي أيوة. ما سعادة الدكتور قال من المتوقع إن هي تزيد أكتر وده البني آدم مش هيستحمله. مش هيستحمله. حتى حيوانات في حيوانات انقرضت بسبب التغير أمام المناخي أمام اللي حصل على الكره الارضيه مزبوط في بعض الحيوانات ما تقدرش تستحمل المناخ مثلا الحراره المرتفعه جدا جدا أيوة فانقرضت طب الغابات الغابات اللي تم ابادتها مم. ودي بتعمل توازن مم. اصلا في الكره الارضيه طبعاً. طبعاً. ده بيأثر بلس. بشكل طبعاً. كبير على تغيرات المناخيه أكيد. الموجوده في العالم اكيد أه. بدايه انك تشيلي الاخضر وتشيلي الزرع وتشيلي الاشجار وتبتدي مم. تعملي مباني 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 ما ده بيأثر, بيأثر بشكل كبير عالبيئة. على التغيرات المناخيه الكامله بتبتدي الرد فعل البيئه بتزعل مننا بتزعل يعني غضب الطبيعه نقدر نقول غضب الطبيعه انت الطبيع. بتشلي أيوة. الزرع وبتشلي الغابات وبتعملي تلوث في الانهار وتلوث في النيل ايه. تلوث في البحار وكمان فكره يعني النباتات دي مهمه جدا وزراعه الاشجار دي مهمه قوي لانها بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو اصلا السبب الرئيسي في موضوع الاحتباس الحراري يعني هي لها فائده كبيره جدا بس خلي بالك مصر دلوقتي يعني احنا الحمد لله المدن الجديدة كلها يعني تقريبا احنا عندنا إذا ما كنتش يعني في الارقام خاطئة أيوة. حوالي اربعين مدينة جديدة 40 مدينة جديدة معمولة بالنظام اللي هو البيئة الصحية الخضراء حوالي ثلاثين في المية مباني والباقي كله عبارة عن طبع. مساحات واسعة خضراء خد النظام الجديد بقى يا دكتور. كله في اقامة المدن الجديدة وهي كلها عشان تتلافي مشاكل المناخ برضو اكيد وجود عندنا برضو الطاقه النظيفه بشكل كبير ما هنتكلم يعني عليها الطاقه اه, آه الطاقه واتكلمنا عليها اصلا في حلقات قبل كده اللي هي الطاقه الخضراء بقى والطاقه دي آه الحمد لله موجوده في اسوان موجوده ده في اكتر آه من مكان يعني مصر خدت خطوات كبيره, خطوات جداً, كبيرة جداً, جداً, جدا جدا عشان تغير البيئه وتبقى في توازن وفي حمايه أيوة علشان التغير المناخي أيوة اللي بيحصل في العالم ما ياثرش علينا وما ياثرش على العالم, العالم العالم كله لان هي الكره الارضيه خلاص احنا كلنا في بوتقه واحده دلوقتي وهي المكان اللي كلنا عايشين عليه يا دكتوره يعني مش فكره مصر ولا اي بلد ثانيه لا احنا كره ارضيه فاحنا كلنا الهدف بنحافظ على الكره الارضيه اللي بنعيش عليها ونكمل كلامنا بعد ما نرجع لدكتور وفيق الو دكتور ايوه الو دكتور وفيق ايوه اتفضلي اهلا وسهلا اه طيب دكتوره أيوة. دلوقتي انا عايزة اسال حضرتك برضو سؤال تاني هل بالفعل نعيش فوضى مناخيه وما سبب الفوضى يا السبب عمي هي ده نفس الكلام اللي احنا أوه. بنقوله طبعا م. هي الفوضى المناخيه دي مش مش مجرد يعني ترتيب هنرتب حاجات ونحطها على الترابيزه وكده هيبقى أيوة نظامنا الدنيا ايوه دكتور وفي لحظه دكتوره بعد اتفضلي ايوه دكتور وفي يا ريت تجاوب لنا مثال خير على حضرتك نكمل السؤال بقى بتاع الفحم لو سمحت لانه مهم جدا. أيوة انت سالتي سؤال مهم جدا أيوة وهو هل من حق هذه الدول؟ ايوه يا فندم انها تتراجع هل من حق هذه الدول ان ما توافقش على حاجات تضر البشريه كلها؟ ايوه يا وبالتالي ده سؤال مهم جدا ملح دلوقتي البرلمان العالمي بيئه طرحه في الامم المتحده. لذلك الاتفاقيه العالميه للبيئه هتشمل الاجابه على هذه الاسئله ان الدول كم. لابد ان تلتزم نعم. واذا لم يحدث التزام ف هنغير في الحكومات هنغ... هنحاول نشوف طرق اخرى حلول دون هذا طب دكتور وفيق الدكتوره عاوزه توجه لحضرتك سؤال بعد اذنك دكتور وفيق انا سعيده جدا بوجود حضرتك معانا انا عايزه اسال حضرتك سؤال ليه الدول المتقدمه اللي كانت المفروض في ميزانيه معينه بس آآ بس آآ يعني موجوده علشان تساعد الدول اللي عندها مشاكل في البيئه وتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه هي ما نفذتش الوعود بتاعتها طبعا هو ده سؤال جميل برضو اللي واهلا بيكي كسفيرة مناخ انا أشكرك. من المؤسسين في مبادره السفراء المناخ اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي لان احنا محبرتك. فكرنا ان دايما لازم ان احنا نعمل وعي للمجتمع وخصوصا ان مؤتمر المناخ العالمي القادم هيبقى في مصر ان شاء الله, إن الله. فبالتالي انتوا واثبتكم كبيره جدا في انكم توعوا الشعب بالمخاطر اللي احنا بنمر بيها طبعا الاجابه علي سؤالك انه هو في 2015 كان الاتفاق على 100 ألف على 100 مليار دولار بالظبط تدفعها الدول الغنيه للدول الفقيره. ال 100 مليار دول الحقيقه لسه لغايه دلوقتي يدفعوا سنويا. لغايه دلوقتي الدول ما قدرتش تكمل هذا المبلغ. ليه؟ لانه ظروف كورونا واللي حصل فيها فخلى اقتصاديات الدول كثيره تتعثر فبالتالي ما قدرتش ان هي تكوب مع الـ 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 الامدادات دي. ايوه يا فندم. اه في نرجو في, في السنه الجايه ان شاء الله ومع الاتفاقيه العالميه للبيئه آه ان احنا نوصل لهذا الرقم وكمان نوصل لاتفاق واضح للحد من م. الفحم والبترول أيوة. وكمان حاجه مهمه جدا هنتفق عليها اللي هي حمايه الغابات الاستوائيه في العالم كله كنت لسه بتكلم مع دكتوره ميرباك الموضوع ده مظبوط يا دكتور يبقى اذا الموافقه تكون اجباريه يا دكتور الموافقه تكون اجباريه طيب بالظبط كده ده اللي ده بنرجوه ان شاء الله وده اللي هنعمله في المستقبل إن, ان شاء الله اشكرك ان شاء الله ميرسي جدا لمشاركتك البرنامج دكتور وفيق نصير شكرا يا فندم اهلا بيك اهلا بحضرتك بي. يا فندم ميرسي جدا طيب نرجع للدكتوره جيهان لحضرتك طيب يعني عايز اسال بقى حضرتك ايه رؤيتك باعتبارك سافرة المناخ بقى لمعالجه القضايا المناخيه طب احنا عايزين نعالج بقى هنعالجها ازاي هن يعني هنقدم الوعي ازاي للمواطن وبالتالي نقدر نعالج القضيه قضيه المناخ عايزه اقول في طيب. حاجات بسيطه جدا كانت موجوده في البروتوكول بتاع الامم المتحده مم. علشان تساعد الاشخاص العاديين مم. ان هم يساعدوا في عمليه التغير السلبي للمناخ كويس يقولوا امشي امشي كتير أوه. بلاش كل ما إنت أي مشوار صغير صحيح. قريب من بيتك صحيح. إنك تاخد العربية ده بسبب إيه بسبب إن إنت بتحط فيها بنزين البنزين ده عامل بيتحرق. من عوامل تلوث البنات طبعا عامل كبير طبعا, طبعا. البيئة بتتلوث م. من كثره البنزين عشان كده في المستقبل م. احنا مش هيبقى في غاز أوه. في العربيه الكهرباء مش, مش هيبقى في بنزين ودلوقتي أوه. خلاص يعني الكلام ده موجود الكلام ده موجود دكتورة العربيه اللي بالكهرباء موجوده موجوده بقى موجوده انا اعتقد على ان بعد أوه. اربع يعني في خلال الاربع خمس سنين اللي م. جايين كلنا هغير عربيات بالظبط ان شاء الله لازم لازم يا دكتوره اه وخصوصا كمان وسائل المواصلات العامه يا دكتوره جيهان يعني دي اكتر وسائل يعني لانها بتستعمل بكثره فاذا احنا لازم ايه تستبدل فيها الطاقات البنزين واستبدلها بقى بالغاز الطبيعي بالكهرباء بشكل كبير جدا وهينقذ يعني الكره الارضيه زي ما أكيد بيقولوا اكيد ده ده عامل كبير جدا دي حاجه ثاني حاجه حاجه بسيطه جدا أوه. بيقولوا للناس ما تاكلوش لحمه كتير لحمه قلل من اللحمه ليه بقى يا دكتور ايه علاقتها بقى في المناخ لان في لما بيجوا يعملوا تربيه الابقار والمواشي والكلام ده بيستخدموا غازات معينه ليها اسم معين الغازات دي بتنتشر في الجو بتؤدي لمشاكل في البيئه وفي التغير المناخي والكلام ده كله أوه. أوه. يعني الناس المتخصصه أوه. في تربيه المواشي, المواشي عارفين الكلام اللي انا بقوله ده يعني برضو اه يبقى عايزين نتجه بقى بس يعني صعب حكايه اللي يعني ما بنقولش نمنع بس بدل ما يبقوا خمس ايام في الاسبوع يبقوا يوم وفي حاجات بديله للبروتين الحيواني في كذا في كذا يعني ايه يبقى بزرق. دايما الدنيا نعم. حط تعنيك مم. على المكان اللي انت ساكن فيه، آه. الشارع اللي انت ساكن فيه، البيت اللي انت ساكن فيه، آه. زود شجره هنا، زود مم. زرع هنا، مم. زود خضره هنا، بالزبط. زود ورد هنا، آه. خلي, الدنيا آه. خلي, الدنيا آه. خلي الدنيا تتنفس تتنفس، عايزين فعلا التوعيه بموضوع الزراعه دي يا دكتوره والاسمنت آه. اللي فيه تنفس يا اللون الاخضر يا الأخضر اه بالظبط يا عم. اه في بعض النباتات ليها اسماء معينه آه. آه بينصحوا ان على مستوى مستوى الدولة إن أوه. هي تكتر من زراعتها لأن ليه؟ ليها قدرة على امتصاص غاز أكسيد الكربون القدرة أعلى بالزبط. يعني أوه. بتغير وبتنقي وبتخلي أيوة. الدنيا مخت... يعني دي حاجات طبعا. بسيطة دي حاجات بسيطة وتأثر في بسيطة كبيرة جدا, جدا. ما صح ما ولا لا؟ طبعا دكتورة لأن احنا الهدف العالمي إن هي درجة حرارة الأرض أصلا ما تزيدش أبدا يعني باكتر من رنج درجة ونص يعني لو دخلنا في درجتين زيادة للكرة الأرضية دي هتبقى كارثة على كل الكرة الأرضية فالحاجات البسيطة دي دكتورة هتساهم حاجة أبسط، أوه. أنا بخاطب إيه المجتمع المصري يعني، الزبالة الزباله اه تتحط في الكيس كويس وتتقفل كويس وتتحط مكانها كويس فيني. وما تتنشرش كده في الشوارع أيوه. وقدام المباني طب وقدام الكيس كذا كذا كل ده. لسه كنت هقول لحضرتك اللي بيحرق أوه. الزباله صح. اللي يعني كل الكلام ده مبقاش بي ما بقاش بيأثر على صحه البني ادم وبس ده بقى بيأثر على وجودنا في الحياه طبعا طبعا يعني اهمال مني واهمال من حضرتك واهمال أيوه. من من ده ومن ده في الاخر هنلاقي التغير المناخي طبعًا. كله مجزومة. قلب علينا وابتدت البلاد عندنا بدل ما كان الجو جميل وبتستمتعي طبعًا بالصيف طبعًا. تستمتعي بالشتاء وتستمتعي بكذا هتلاقي الدنيا اتقلبت وبقى في حاجات تانية مختلفه ربنا طبعًا ما يجيبها لنا طب يعني دي كلها حلول بسيطه للمواطن؟ ده آه مجرد امثله اه امثله آه. بسيطه جدا وفي متناول اي حد يعني سهل قوي انه يزرع سهل قوي ان هو يعني ممكن مثلا يستبدل اللي هي يعني ما يمشي يعني ما يستعملش السياره بتاعته كتير يعني نقلل ال... الاحتراق في الجو بقدر المستطاع مظبوط كده دكتوره جيهان طيب انا عايز اعرف بقى من حضرتك اين موقف مصر بالتحديد من التغيرات المناخيه السؤال ده لازم يجاوب عليه حد متخصص م. في ال... يعني التغيرات المناخيه الطقس أيوة. والكذا والكذا لكن انا هقول لك حاجه تانية مختلفه خلص في المجال بتاعي طيب مجال الابتكار والابداع أنا غيرت وجهة نظري لما ابتديت أبقى سفيرة للمناخ يعني حضرتك أه ما جالك الأساس الابتكار الابتكارات والابداع. غيرتي بقى إزاي بقى معلقة يعني مع الابتكار دي. والإبداع هم. اللي يخدم البيئة ويحمي البيئة هم. ويحل هم. مشكلة من مشاكل هم. الاحتباس الحراري أو مشاكل الـ الـ الحرارة أو هم. المشاكل الموجودة دي هي اللي لازم العالم كله يتبناها بالظبط يبقى حتت بتوظفي الابتكار بقى والابداع بالزبط. في خدمه المناخ وخدمه البيئه وباعتباري محكم دولي أيوة. حضرتك عارفه في في اكتر من يعني في اكتر من جهه في العالم هيبقى معيار من معايير تقييم الابتكارات والابداعات هي هل هو صديق للبيئه اه هل هو بيأثر بشكل مم. إيجابي في البيئة؟, في البيئة؟ ولا ليه بالزبط. أي مؤثرات يبقى سلبية يبقى معيار حتى لو على اللونج ران ده لازم العالم كله يبتدي له بشكل كبير مم. ويتحسس أنه هو يشجع كل مخترع ومبدع مم. بيعمل أو بيخترع أو بيبدع أي اختراع مم. يكون أيوة من أجل حماية, حماية المناخ والبيئة المناخ والبيئه جي او جي حل مشكله من المشاكل اه. الموجوده دلوقتي مظبوط يا دكتور مظبوط طب دكتوره جيهان دلوقتي هل الحكومه ناجحه وبتتعامل بدماء جديده في هذه القضيه جدا 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 طبعا, طبعًا يعني بتوجيهات كبيره جدا من سياده الرئيس بصي سياده الرئيس ما شاء الله المناخ طبعًا. يعني هو اصلا عنده كان رؤيه وقار الموضوع طبعًا. من خمس ست سنين طبعًا. فكان كل البرامج معظم البرامج اللي بتتعمل كلها عشان توصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي ان تبقى معظم المباني معظم الـ 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 الادوات اللي احنا بنعملها ايوه صديقه للبيئه للبيئه ايوه طبعا لازم كل شيء يكون صديق للبيئه علشان ما يساهمش في التلوث ما يساهمش في, في كل أوه. حاجه تؤثر على التغيرات المناخيه صحيح. العالميه صحيح. لان احنا دلوقتي يعني زي ما تقولي في مشكله آه يعني آه زي الكورونا كده أيوة الكورونا لما جت جت على العالم كله مم. وقالت له يا هتعيش يا هتموت بالظبط تعامل معايا طبعا موضوع التغير المناخي طب ده كل العالم تعامل مع الكورونا يعني ليه ليه تعاملنا مع الكورونا ومش قادرين يتعامل مع الحاجة اللي أكبر من الكورونا يعني احنا أنا شايفة أن دي مشكلة أكبر على فكرة بكثير. ممكن جدا يكون آه. وجود الكورونا بسبب التلوثات اللي جد. حصلت آه والعالم العالم كله بس. ما ما اشتغلش بشكل كيفي انواع من الفيروسات علشان يحمي البيئه من صحيح. التلوثات من المصانع طبعا. اللي بتعمل تلوثات طبعا. من طبعا. الاكلات والادوات والاشياء أوه. والافكار ال... اللي بتعمل آه. تلوثات ال... الحرائق ال... الحر... الحر... اللي بيعملها يعني. الفلاحين برضو في الزراعه وفي الحشائش والحاجات دي برضو مضره جدا يا دكتوره للبيئه وعايزين نوجه ليهم كلمه بخصوص الموضوع ده يعني ان هو مفيش حكايه الحرق ديت ويكون في معالجه اخرى غير موضوع الحرق أنا أنا في الزراعه انا اعتقد ان وزاره البيئه خلاص منعت موضوع منع. حرق واكيد في عقوبه الحاجات دي آه. طبعًا. بس دي ان لو حصل يعني يبقى احنا كده رجعنا 50 سنه ورا يعني طب والمواطن اللي بيولع النار في صندوق الزباله في الشارع ممكن يكون هو سبب بعد في كده احنا في ان شاء الله هننادي ان احنا نعمل قانون, قانون لحمايه, بقى. آه لحماية وردع البيئة ويعني و... آه يعني مش بيكفي توعيه بس لا لازم يكون في قانون للمنع بالظبط ودول كتيرة عملت كده ونبتدي يعني نحط كل البنود اللي أوه. تحمي كل يعني نمسك بق يعني صحيح. تخصص تخصص سوا في الاقتصادي في التجاري مم. في الاعمال في التكنولوجيا في في الاغذيه في, في الزراعه مزبوط. في الصناعه طيب. ونفلتر ونحاول أوه. ان احنا طب دكتوره إن شاء الله. في سؤال بقى مهم جدا يعني ملح جدا على معد البرنامج هل أوه. من الممكن ان حاله الاكتئاب والاحباط اللي بتتولد بين الناس سببها التغيرات المناخيه؟ طبعا اه يعني مهتم يعني هو بالسؤال حضرتك لو لو ذلك اثار في البلد اللي انت فيها او في المدينه أوه. اللي انت فيها هتبقي مبسوطه ان تلاقي بيتك يغرق في لا طبعا في لا طبعًا. ما تلاقيش أوه. بيت وما تلاقي... احنا بنشوف الصور يعني هم بيصعبوا علينا وربنا معاهم سواء في الفلبين او في البلاد صحيح. الهند او البلاد البعيده اللي أوه. بيبقى فيها الكلام ده لو أوه. نار اعصار نار جاء حرق الارض وحرق المباني وحرق هل ده ح... هتبقى انت نفسيتك كويسه لو لو ده حصل لا. بالتاكيد لا يا طبعا 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 آه طيب ارتفاع درجه الحراره زاد عن اللزوم أيوه ممكن في المستقبل جسم الانسان اصلا ما, ما يقبلش الكلام ده ما يقبلوش يبقى اذا بتؤثر على فكرة يعني موضوع التغيرات كم. المناخيه بتؤثر في حالات الاكتئاب والاحباط اللي بقت عند الناس كلها ما ماتوا بسبب ارتفاع شديد في درجه الحراره على مستوى العالم طبعا يا دكتوره بنشكرك جدا دكتوره جيهان على تشريفك البرنامج وبنبارك لك طبعا المره الثانيه على لقب سفيره المناخ يا ربنا و... وربنا يعني وربنا يعينك ان شاء الله على المسؤوليه الجديده وطبعا في يعني بحب اختم البرنامج بكلمه ان بقول اعربت الوزيره على سعادتها بتخريج سميت متدرب من سفراء المناخ الذين سيكون لهم إسهاما كبيرا في خدمة قضية التغيرات المناخية بتطبيقهم لما درسوه وإسهامهم في توعية الأجيال القادمة نظرا للاحتياج الشديد لوجود جيل واعي وعلى دراية بتلك القضية الهامة وأوضحت الوزيرة أن التغيرات المناخية أصبحت قضية ملحة نظرا لأن آثرها باتت أكثر حدة وهو ما نراه جليا فيما يحدث طبعا في الأسكندر واسوان من اثار شديده للتغيرات المناخيه التي لم نكن نراها بهذه الحده من قبل زي موضوع الامطار الشديده والسيول واضافت وزيره البيئه اننا نسعى الى رفع الوعي وتغيير السلوك والممارسات فنحن ليس لدينا خيار اخر ليس امامنا سوى محاوله جعل الكوكب يستوعبنا جميعا لاننا ليس لدينا كوكب اخر يمكننا العيش عليه وهو كوكب الارض طبعا لازم نحافظ عليه لذا فلابد من العمل الجاد بشكل يومي حتى نتمكن من مواجهه تلك التحديات وفي الختام حابه اشكر دف دفتي اللي نورتني وشرفتني دكتوره جيهان وحابه اؤكد على حضراتكم ان قضيه النهارده مش مجرد حلقه وخلاص لا احنا الهدف منها نبدا نغير ثقافتنا وسلوكياتنا ونشوف ازاي العالم بيعملوا مؤتمرات ولقاءات يحط ايديهم عشان نحط ايدينا على المعالجه التغيرات المناخيه ونتمنى لمصر كل الخير وكوكب الارض ايضا و إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة لكم مني كل الحب والتقدير دكتورة ميرفت ربيع ألتقي بحضراتكم الخميس القادم السابعة مساء وإلى اللقاء